السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن بداية تراجع عطارد كوكب عطارد في برج العذراء كوكب عطارد طبعا رح يبدأ الآن المرحلة الثانية اللي ذكرنا في المرحلة الأولى اللي هي اليوم اللي انتقل فيه للعذراء اللي هو يوم 25 سبعة وقلنا انه يوم خمسة ثمانية يوم الاثنين الساعة اربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش رح يبدأ كوكب عطارد بالتراجع وانه عادة لما بيبدأ بالتراجع نعطي ثلاث ايام ما قبل وثلاث ايام ما بعد انتهاء التراجع يعني قبل التراجع بثلاث ايام تأثيرات يعني من يوم اثنين ثمانية بدأت تأثيرات السلبية وايضا هي ما قبل بدأت ولكن إنه ذروة السلبية في الموضوع وراح تستمر لما بعد ما ينتهي التراجع اللي هو راح ينتهي يوم 27 ثمانية ولكن راح ينتهي وعطارد موجود في برج الأسد. إذا احنا الحلقة هاي راح نحكي عن المرحلة الثانية اللي هي كان المرحلة الأولى اللي هي ذكرناه من 25 سبعة إلى خمسة ثمانية اللي هي الحركة الأمامية الحركة الثانية والمرحلة الثانية اللي هي فترة التراجع الأولى اللي هي لما بدي يتراجع بالعذراء اللي هي من يوم خمسة ثمانية ليوم خمسة عشر ثمانية طبعا هو راح يتراجع ل 15 8 تقريبا بعد منتصف الليل بربع ساعة يعني 12 و 15 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس بيكون رجع متراجع من العذراء لبرج الأسد كوكب عطارد معروف أنه دائما إحنا بنحكي عنه أنه هو له علاقة بال يعني المسؤول هو عن قوة تفكيرنا نقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة إيه الذكاء الكتابة التحليل قوة الحدس بيتحكم بالاتصالات والمواصلات إيه صفاته الفضول العفوية قوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الامور وكثرة الحركة ولكن اثناء سلبيته بيعطينا نوع من انواع العصبية وايضا التسرع بالكلام خلال الفترة القادمة طبعاً اللي هي من يوم خمسة آه ثمانية ليوم خمستاعش ثمانية يعني هاي فترة آه فترة التراجع دائماً مقول أنه حركة عطارد لأنها سريعة فالتأثيرات بتكون سريعة وملموسة ومحسوسة من الجميع من جميع الأبراج رح تكون لها آثار كبيرة على حياتنا أثناء فترة التراجع نشعر بتشويش في حياتنا اليومية بيبدأ التأثير السلبي زي ما ذكرنا رح يكون التركيز الرئيسي لتراجع طارد أولا تأثير السلبي رح يكون على الاتصالات على الهواتف بصورة مفاجئة نضيع رسائل في البريد يتأخر طرد بريدي برضو له علاقة بالسيارات ممكن اعطال كهرباء سياره اعطال سياره حوادث السير بتصير اكثر الشوارع بتكتظ حركة المرور فيها اكثر ناهيك عن خراب او تلف مفاجئ ممكن يصير غير مبرر ايضا بالفترة القادمة إللي هي فترة التراجع بتزداد السرقات لا سيما سرقة السيارات أو الهواتف أو اللابتوب أو أجهزة إلكترونية ومنلاحظ في الفترة فترة التراجع إنه عدد من الأجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة مفاجئة جدا ودون سابق إنذار مثل تلفاز أو ثلاجة غسالة أي شيء له علاقة بالكهربائيات حتى ممكن. راوتر النت ممكن كمبيوتر ممكن أي شيء له علاقة بالإلكترونيات في الفترة القادمة يعني جميع الأوراج يجب الحذر أثناء التوقيع على عقد لأنه بدك تفحص بنوده بشكل جيد لأنه ممكن يكون في يعني ثغرة معينة نصبة معينة توقع عليه وبعدين تكتشف في النهاية أنك أنت أخطأت ككفالة أو عقد أو أوراق يعني بدك تكون دقيق أو تستشير أهل الإختصاص وما تتسرع وتتروى أكثر أو إذا في مجال أنك تأجل توقيع العقد فبيكون أفضل في فترة تراجع طبعا على مستوى الكفالات المالية ما بنصح أي شخص يكفل أي شخص ماليا بالفترة القادمة مين ما كان حتى لو من المقربين والمخلصين والهاد تكفلش حد في فترة تراجع طارد من لاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة خصوصا الاشخاص اللي بيضاربوا في السوق المالي او البورصه او بيتعاملوا بتغيير العملات او الذهب او اي شيء له علاقه بهذا المجال بدهم يكونوا على وعي كامل لانه هاي الفتره خداعه جدا فالتذبذب اللي بصير بالاسعار بصعودا وهبوط عالي جدا وسريع جدا فممكن ما تستدرك الامر الا بخساره عاليه بعد مكسب ممكن كان يعني مغري ففجاه تلاقي حالك خسرت كل شيء. من السلبيات ايضا هي النسيان والتشويش اللي بيصيبنا نفقد حاجياتنا مفاتيحنا أوراق ثبوتية تناول أغذية بشكل خاطئ أو أدوية بشكل خاطئ طبعا أنا بنصح الجميع عشان يخففوا من هاي الأعراض انهم يتناولوا الاغذيه اللي بتنشط هرمونات السعاده مثل الشوكولاته الداكنه، جوز الهند، الماكولات البحريه، العسل، السبانخ الاكثار من اليود لتنظيم عمل الغده الدرقيه فيتامين د انتبهوا عليه بشكل جيد يعني كل الأشياء اللي لها علاقة بالنشاط الفكري والعقلي الزنك أيضا بيدعمكم بشكل قوي يعني هاي بتخفف من بعض الأعراض في مجال الدراسة بتخف القدرة على الاستيعاب بتزول الرغبة بالالتحاق بالدورات الدراسية أو التهرب من الدراسة أو حتى اللي بيدرسوا بيشعروا بالتشويش، فما عندهم رغبة للدراسة أساساً. فعشان هيك بدهم يكونوا حذرين، يجبروا حالهم، يركزوا، يعرفوا الآثار السلبية. أكثر الأشخاص اللي عليهم الحذر طبعاً رقم واحد في 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 هذا الأمر اللي هم مواليد العذراء ومواليد الجوزاء، لأنه هذا كوكبهم. وهو الكوكب المتحكم بهم فعشان هيك بدهم يكونوا هم اكثر الاشخاص الحذرين وباقي الابراج طبعا دون استثناء كل النقاط اللي ذكرناها. طيب في زاويه هي وحيده رح نتكلم عنها هي زاويه اقتران ايجابيه بين عطارد وبين الزهره ولكن عطارد بيتراجع بفترتها والزهرة في مكان غير مناسب لإلها صحيح إنها هي بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح هي زاوية اقتران إيجابية مرحين خفيفين الروح هي مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين ولكن تجعل حساسيتنا عالية جدا وهذا السبب ممكن يخلينا يعني يعني تعمل خلاف بيننا وبين أحبائنا بسبب امر تافه جدا. طيب، بما انه ذكرنا كل الاساسيات، خلينا نشوف بصوره عامه وسريعه العشر ايام القادمه هي كيف اهم الاشياء اللي بدكم تحذروا منها اثناء تراجع عطارد. برج الحمل بالنسبه لمواليد برج الحمل طبعا هو راح يتراجع في البيت السادس لإلكم، يعني في العذراء. اللي هو بيت العمل بيت الصحه فهنا بتشعر بثقل بالعمل تشعر بانك عاجز عن تحمل المسؤوليه ما تتقبل اراء الاخرين مشاكل بينك وبين زملائك بالعمل ممكن تحدث او ممكن تنهي عملك فعشان هيك بدك تكون حذر جدا بالفتره القادمه على مستوى العمل بكل معاني وايضا اللي بيشعر بأعراض طارئة أو عرض صحي فهاي الفترة لازم إنك تراجع الطبيب فوراً برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعاً شوي هو بما أنه بالبيت الخامس بيخليك تبتعد شوي قليلاً عن الأجواء المرحة. بتحس أنه الأمور بتصير بوبطة تتعطل بشكل كلي عليك الصبر جدا مع الأحبة مع الأبناء بالمسائل العاطفية ما تغامر نهائيا ما تجازف ما تراهن على شيء حاول أنك تأخذ الأمور بجدية رغم أنه يعني ما رح تحس أنك أنت بتتخذ القرار أو التفكير الصحيح وهذا بسبب طبعا عطارد إذا كان عندك مشروع للتعاقد الخارجي أو سفر حاول تأجيله حتى انتهاء انتهاء فترة التراجع لأن الحظوظ ما بتدعمك برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا تراجع عطارد هو رح يكون في البيت بيت البيت علاقة لك بالبيت الاب، النظام الاسري فهذا الشيء بيجعلك شخص متشكك في كل شيء، رافض لكثير من الحقائق والامور. وهذا الشيء رح ينعكس على صحتك بشكل سلبي، عليك الحذر من الدخول في حوارات غير غير ذات جدوى لانها ممكن تتحول لخلافات واضحه. ايضا عليك الحذر من الاعطال المنزليه، الاعطال الكهربائيه، إذا بدك تشتري بيت أو بدك توقع عقد أو تستأجر بيت اتأكد من العقد اللي بدك توقعه من الشخص اللي أنت بدك تشتري منه أيضاً برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعاً هي فترة سلبية عموماً راح تشعر خلالها فتره تراجع بصعوبات بالتواصل بايصال المعلومه لا سيما مع الاخوه مع الاخوات مع الجيران مع الوسط المحيط فيك بيشعر الطلاب بعدم الرغبه في الدراسه وبانه كل اللي بيدرسوه ما اله اي قيمه ممكن تكون متهرب من الكثير من المسؤوليات الملقاه على عاتقك فبدك تنتبه جدا من هي المسائل وايضا اثناء تنقلاتك او خلال سفر على الطرقات بدك تحذر من المخالفات او الحوادث او اعطال السياره بشكل مفاجئ احاول عدم الدخول في اي علاقات تجاريه او تكون دقيق جدا في علاقاتك التجاريه بالفتره القادمه برج الاسد بالنسبه لمواليد برج الاسد طبعا هنا تراجع عطارد راح يكون في بيت المال المرحله الاولى وبعدين راح يتراجع عندك فاذا المرحلة اللي رح نتكلم عنها الآن بما انه رح يتراجع بالعذراء في بيت مالك فرح يأثر عليك لا سيما بالأمور المالية درجة أولى فممكن تتعرض لخسارات كبيرة، إذا ما كنت حريص كما يجب ما تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروض جديدة لا تكفل أحد، لا تقع ضحية لبعض المستغلين أو النصابين أو المحتالين عليك ترتيب الأولويات تأجيل أي حوار غير مجدي مع المحيطين فيك هذا مسألة واثنين إنه رح تكثر عليك المصاريف من كل حدب وصوب فبدك تكون مهيأ وتعرف كيف تستخدم فلوسك ودفعاتك ومشترياتك برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا التراجع راح يكون موجود عندك وهو كوكبك فانت زي ما ذكرنا من اكثر المتضررين من تراجع طارد عشان هيك بدك تحذر من فقدان الرغبه بالقيام اي امر جديد لا سيما في مجال تطوير المهارات او التعلم تفقد رغبتك في القراءه والمطالعه ممكن يصيبك الياس في كثير من المواقف ممكن آه يحصل معك خلاف الرأي مع المقربين اللي ممكن يؤدي لقطع بعض العلاقات بدك تنتبه لأغراضك بشكل جيد فممكن تفقد شيء ثمين أيضا حاول تنتبه أثناء قراراتك وحواراتك أو توقيعك على الأوراق وأيضا احذر من الأعطال والإصابات أثناء الحركة برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا تراجع عطارد في بيت متاعبك رح يجعل علاقاتك متوترة وهذا الشيء يعني يشمل القريب والبعيد لا سيما العلاقة مع اسرتك ممكن تكون متمرد على كثير من الاعراف والتقاليد الفتره يعني ممكن تجاهر برايك بشكل انفعالي كبير وهذا الشيء راح يسبب كثير من النفور مع الاشخاص اللي بتعرفهم لا تفكر في تغيير نمط حياه المحيطين فيك لانها راح تواجه معارضه كبيره وراح يعني يكون فيها قطيعه اذا ما ركزت بشكل جيد حاول تكون مرن احذر من الدخول في مواجهات مباشرة لانها ممكن تتحول لخلافات كبيرة، وأيضا لا تأمن سرك لأي انسان. برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا تراجع عطارد راح يأثر بشكل سلبي لأنه تراجع راح يكون في بيت العلاقات، بيت الأصدقاء، حاول انك ما تفرض رأيك على الآخرين بالقوة لأنه رح تلاقي مواجهة حادة من بعض الأشخاص في بعض الأصدقاء ممكن تنقطع علاقتك فيهم بسبب خلاف بالرأي أو سوء فهم طارئ أو بسبب مواقف غير مرضية إلك أهم شيء إنك لا تتسرع بالحكم أو اتخاذ المواقف الحادة اللي ممكن تندم عليها لاحقا طبعا برضو احذر بالمناسبات واللقاءات انه يعني تنفهم بشكل خاطئ برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا هنا راح تمر بفترة صعبة عليك شوي مش كثير ولكن تراجع وطارد وجود الزهرة والله ما راح اجاملك حتى لو بدك تقول لي انت مالك على القوس دير بالك فيما يتعلق بوضعيتك الاجتماعية انتبه لسمعتك فهناك يعني في أشخاص راح يحاولوا تشويه صورتك أمام الآخرين أو يتهموك بأمور أو يسيئوا لك أو التقليل من إنجازاتك أو أعمالك لا تحاول بالفترة القادمة طلب الترقية أو التقدم لأي مشروع جديد في هاي الفترة اعمل فقط بانجاز اولوياتك بشكل مدروس اعمل بشكل روتيني لا تغامر لا تجازف لا تشوه سمعتك بتصرفاتك ممكن تشعر بالظلم او القهر من رؤسائك بالعمل او ما يقدروك اجل الموضوع لحد ما تستقر الوضع الفلكي لبدايه شهر تسعه وبعدين ولع فيهم مش مشكله برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا تراجع عطارد رح يعمل نوع من انواع التعطيل على كل ما يتعلق بالسفر بالدراسات العليا، بالهجرة، بالقضايا القضائية، بعلاقاتك بالاجانب او اشخاص خارج البلاد بتحس انه الامور بتصير ببطء ممكن تتعطل بشكل كلي عليك الصبر اذا كان عندك مشروع لتعاقد خارجي أو سفر حاول تأجيله لا بداية شهر تسعة بيكون أفضل أي دخول في قضايا أو محاكم ما رح تكون لصالحك بهاي الفترة حاول الانتباه أكثر والابتعاد عن اللامبالاة السلبية كن عقلاني ركز بدراستك ركز بتنقلاتك وسفرياتك وعلاقاتك مع الأجانب برج الدلو بالنسبه لمواليد برج الدلو طبعا تراجع عطارد رح ياثر على كل شيء بيتعلق بعمليات الارث او نقل الملكيه او البنوك او القروض او الديون او اموال الغير لانه في مكان يتعلق باموال الغير فكثير من المقربين بيحاولوا اظهارك بمظهر الخاسر او بحاول الاساءه اليك هاي فتره غير مناسبه لتغيير السكن او شراء عقار او الدخول للمحاكم بتجد نفسك مدفوع لانجاز كثير من الاشياء اللي تراكمت عليك من العمل مع شعور كبير بالعجز حاول ما تخلي الاحباط يتسلل لك هاي فتره ضاغطه كبير كثير بالنسبه لك حاول انك تحلها بعقلانيه لا تكفل حد، لا تدين حد فلوس، ولا تغامر بأموال الغير، عشان انت تحط حالك بالمكان الآمن. برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا تراجع عطارد راح يكون في بيت شراكتك، بيضع علاقتك بشريك العاطفة أو شريكك بالعمل. يعني بموقف نقدر نقول على المحك ممكن تنشا خلافات طارئه لاتفه الاسباب بدك تكون حذر تضبط انفعالاتك ورغباتك في التعبير المباشر حاول انه حتى لما بدك تعبر عن رايك ما تكون حاد وما راح تكون برضه محط إعجاب الآخرين فما تتقبل الثناء على هذا الأمر وهذا الشيء يزعلك بدك تتقبل إنه الفترة هاي هي مستفزة جدا مش كل شيء أنت بترغب فيه راح تحصل عليه وبرضه هذا الشيء راح يأثر على صحتك بشكل كبير بالفترة القادمة فبدك تكون حذر على صحتك ما تتوتر عصبيا ونفسيا هيك بنكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء